لو بدأنا أحمد من الجهود التي تبذلها السلطات في المملكة العربية السعودية والتي هي متواصلة حتى الآن ومستمرة من أجل تقديم الخدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم المناسك لحج هذا العام 1445 للهجرة، جديد هذه الخدمات هي مبادرة جديدة دشنت بالفعل أحمد، هي مبادرة الطريق الإسفلتي المطاطي المرن. وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر دشن هذه المبادرة ليتم اعتمادها للمرة الأولى في حج هذا العام في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 والمؤدي إلى جبل الرحمة في مشعر عرفات. تقوم فكرة هذه التقنية الجديدة على استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، ما يجعل الإسفلت أو الطريق عموما الذي سيسير فيه الحجاج أقل صلابة وأقل ارتفاعا في درجة الحرارة، وبالتالي هناك استفادات كثيرة من هذه المبادرة، منها تقليل النفايات الناتجة عن إطارات المستخدمة في هذه المبادرة، كذلك تقليل أو الحد من التلوث الناتج عن إحراق بعضها، ومن ناحية أخرى وهذا هو الهدف ربما الأساسي أن يكون التأثير الحد من التأثير السلبي على كواحل وأقدام الحجاج لدى سيرهم بين المشاعر. أحمد، كما أشرت منذ قليل أنت إلى أن أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الآن تجاوز 1,200,000 حاج، ويتوقع أن تزيد هذه الأعداد خلال الأيام القليلة القادمة قبل يوم الخميس أو يوم الجمعة على أكثر تقدير، وهو يوم التروية الذي تبدأ فيه بالفعل مناسك الحج والإحرام للحج، انتظارا لأداء ركن الحج الأعظم يوم السبت القادم 15 من يونيو لعام 2024. وبالتالي هي خدمة جديدة الهدف منها التيسير على الحجاج، التقليل من الآثار ربما السلبية التي قد تنتج نتيجة الانتقال بين المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.